الله يرحم هذيك الايام. بس لما كنت اجهز حالي للكلاسيكو قبل 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 سنه قبل سنه اجهز حالي للكلاسيكو، انو كلاسيكو المباراه اغتصاب ريال مدريد، اقعد اجهز لها سنه سنه وانا اتامل وانا كل يوم استنى 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 استنى, أستنى ميسي وانيستا وتشافي وفيا شو راح يسووا في ريال مدريد. كلاسيكو هذا مش متحمس يا رب. تخيلوا تخيلوا من دون ميسي من دون انيستا من دون تشافي من دون حدا، ومش بس هيك موجود سواريز وبكي. هذا اول كلاسيكو مش حاب انه يجي، كلاسيكو بيض بيض. انا مش راح استحمل، انا مش عارف كيف راح استحمل اني اتابع المباراه، مش راح استحمل. بدي حل بدي حل كيف استحمل المباراه البيض هاي. لقيتها والله، هذا الحل راح يخليني احضر المباراه. لو مش كانت بيض كانت عباره عن بيض وسردين مع بعض راح امشي في المباراه وانبسط. الحل هو اني اشرب بيضة فراح اقرف عيشتي، وبهيك اذا شفت الكلاسيكو بيض مو حلو ما راح اقرف عيشتي اكثر من هذا الاشي. حل ولا مش حل يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ والله اني بفهم. احا ايه اول مرة بطقوشها في ايد وحدة، والله ضبطت. اشرب بيضة، انا حمار ولا ايش؟ لازم اشرب البيضه، كيف بدي امشي في المباراه؟ والله الله يستر ما نخسر كمان، لانه ريال مدريد لما يكون ماكل هوا بفوز، ما بعرف كيف. شنو هذا؟ انا واثق في ريال مدريد، واثق كل الثقه انه برشلونه راح يكون البوابه اللي راح ترجعنا للانتصارات، وانا متاكد واثق. واثق يا والله واثق. نعم اختك ثقه، شو هالثقه المفرطه؟ والله ماني عارف، مع المدرب الغبي هذا ومع الاداء الخرا هذا، لا واثق. واثق واثق. مش في مثل بقول لك اذا ريال مدريد جريح فهو خطير؟ ما بعرف مين حط هذا المثل، بس يعني انا بشوف المحللين هيك بيحكوا انه اذا ريال مدريد جريح فهو خطير. يا رب يكون كلامكم صح وما نخسر هاي المباراه نطلع خير. لا 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 لا، وحد الله ريال مدريد يخسر، بس هي فتره بسيطه مرين فيها احنا وان شاء الله راح نرجع. والله من اذا بنرجع. لا لا لا، ما اتوقعش انه المباراه تكون اعطل من الاشي اللي انا شربته هسه. لا لا اكيد هذا اعطل اشي عملته، وهي راح تكون عاطله انا عارف، بس جوردي ألبا راح بعرف شو شوت غير لميسي، اعطله كوتينيو. ما المشكله انا واقف في البيضه مش قادر اصرخ، لو اصرخ بتطلع برا. جول، حطينا جول حطينا جول حطينا جول، لازم انبسط انا. حطينا جول حطينا جول، احنا حطينا جول اول 10 دقائق حطينا جول. ريلي طب شام ريحة البيضة في عيوني شامها. احنا اذا بنخسر اليوم انا خلاص مستحيل اتابع كرة قدم، والله العظيم اركز في دراستي ومستقبلي اشرف لي، اركز في دراستي ومستقبلي اشرف لي. اول 10 دقائق اركز في دراستي اشرف لي، مستقبلي مع ريال مدريد انا ولا في دراستي؟ مستقبلي مع ريال مدريد انا ولا مستقبلي اكون مهندس ولا دكتور عشان امن مستقبلي؟ لا مستقبلي في شو اسمه، مستقبلي في دراستي مش مع ريال مدريد. اثر حالي نفسيا وبكره ما اداوم على المدرسه عشان حضرة جناب ريال مدريد؟ لا ببطل اشجع ريال مدريد. انا اهبل ولا ايش؟ طب ما احنا اقوى من ريال مدريد، يعني ممكن نفوز. شو اللي خلاني اشرب البيضه؟ انه يعني بلنتي، والله بلنتي سواريز بوقعش هيك هباء منثورة، والله بلنتي. حكم الحمد لله انه في فار، الحمد لله انه في فار، عيد على الفار حكم. اجي حبكوا عالطحون يا ريال مدريد، في فار في فار، المشكلة انه في فار. بلنتي الله اكبر، ايش شو اليوم نتيجة عريضة. سواريز ابوس ايدك ابوس ايدك، حرام اذا بحتفل. هو الصراحه انا مش قادر احتفل بالبيض شايفها في عيوني، حرام نحتفل حرام، فريق ضعيف هذا نحتفل قدامه. انا بحتفل لما نحط جول في ليفانتي، ليفانتي اللي جلدهم، جول في ليجنس برضو جلدهم. يا اخي والله ماني عارف، المشكله هذول الانديه اقوى يعني، ها لو نحط فيهم جول بحتفل، اما تقول لي ريال مدريد احتفل؟ يلا خلص هاي اخر مباراه الي بحضرها مع ريال مدريد وتكون كلاسيكو. تمام الوضع تمام الوضع. ايش ان شاء الله بيعطيهم بلنتي ما لمسوا.
عيد على الفار، عيد على الفار. الحمد لله انه موجود الفار يا برشلونه، ولو لو انه مش موجود الفار تاخذوا بلنتي زي ما اخذتوا بلنتي لما سواريز وقع حاله لما نافاز هجم عليه. هاي ما فيها شيء، سواريز وقع حاله الممثل ابن الممثله، ها ما فيها شيء. عيد على الفار، عيد على الفار يا حكم. يلا شو يلا، اصفر اصفر لسواريز، اصفر لسواريز الكلب. بلنتي احا، يا رب برا، يا رب برا، يا رب برا، برا ولا جوا انا مش فارقه معي، برا ولا جوا انا مش فارقه معي. عاد عاد عاد، ريال مدريد خسر. انا اصلا مش هشجع ريال مدريد، مين قالك انا مش هشجع ريال مدريد؟ انا مش هشجع ريال مدريد، انا اصلا مش هشجع يوفنتوس، مش هشجع يوفنتوس. الشوط الاول 2، الشوط الثاني قديش؟ ها الشوط الثاني، لا الشوط الثاني 2-1 يا اخوان. دافعوا 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 خلاص، احنا راضيين 2-1 راضيين. دافعوا ولعبوا على المرتدات، يعني انتوا تبنوا لعب، تبنوا مفكرين ميسي معاكم تبنوا لعب؟ خلاص ما في داعي، والله ما في داعي. دافعوا، الدفاع منيح، الدفاع خير وبركه، في ناس تكتيكها بس الدفاع. الشوط الاول 2-0 والشوط الثاني قديش؟ والله الله اعلم الشوط الثاني قديش. مارسيلو والله انت الوحيد، انت الوحيد اللي بتلعب بدمك لريال مدريد، انت الوحيد. الباقيين دفاع شوارع، وسط شوارع، هجوم شوارع، فيش غيرك انت، انت اللي راح ترجع النتيجة. انا عارف ومتأكد من هذا الحكي. طلع جارث بيل واقف بطلع عليك. انتفاضة؟ انتفاضة، فيش غير هيك. والله انه دفاع ريال مدريد شوارع، بس لو انه ميسي موجود والله كان مسح فيهم الارض، اقسم بالله. يخرب بيته شاطها برجله، برجله براسه. ايش في ايش في؟ دقيقة دقيقة، أنا مش مستوعب هذا الحكي. إحنا فايزين 3، إحنا حاطين في ريال مدريد 3 ومن دون ميسي. ولا كانت من دون ميسي. انتفاضة صح؟ خلص لازم نرجع في النتيجة. يا أبو إبراهيم يا ابن يا ابن ليش؟ يا ابن ليش؟ بضلش إشي. حيوانات وذكرنا، جماد وحكينا. يعني فوق الجلطة في جلطة ثانية، عرفوا يبيعوا رونالدو ما عرفوا يبيعوا بنزيمة. دقيقة هسا، يوفنتوس كم معاه بطولة؟ يوفنتوس منيح، فريق منيح، والله العظيم انه يوفنتوس منيح. او ليفربول، ولا اقولكوا بديش اتابع، بديش اتابع فطبل، انا ما بدي اتابع فطبل، بديش. يا ربي يا ربي، أربعة كمان من دون ميسي، من أنا هذا الخايف منه؟ هو كل من ورا ميسي ابن الهبلة. أنا حمار ليش شربت البيضة؟ قال بيض ولك إحنا برشلونة، برشلونة لو سوريز سوريز سوريز، بالله عليك بالله عليك، يخرب بيتك يا سوريز، يخرب بيتك. فوزنا فوزنا، أربعة من دون إنيستا، أربعة من دون ميسي. شو أربعة من دون ميسي؟ زمان هذا الحكي، خلصنا منها الأربعة من دون ميسي، وكو أربعة من دون سوريز. مين سواريز؟ أربعة من دون فيدال، قصدي نيستا، والله قصدي نيستا، فيدال حط جول. وكانوا فايزين 5 ومن دون ميسي ومن دون نيستا، فايزين 5 على ريال مدريد. لا يروح، أنا بس شربت البيضة صار تصير معي هلوسات وشغلات، ونكون إحنا خسرانين 5، لا لا لازم أدخل أشوف الفيسبوك كيف الوضع. مبروك فوز برشلونة، مبروك فوز برشلونة. كله من ورا ميسي، لو انه لعب ما خسرنا. والله حرام، والله حرام. قال لو ميسي بلعب، احا لو ميسي بلعب، احا شو صار؟ كان خسرنا 10 و20 و30. يا ربي انا لازم اطفي التلفون وامسح كل شيء، وانا اغيب اغيب عن الدنيا 4-5 اشهر. وطلع الزين من الحمام، الله بسم الله عليه، الله بسم الله عليه. 5 5 5 5. يا حبيبي لا خلاص مش راح اتخوف عليك. 5 5 ولك 5 ولك 5، عشان 5 عشان 5 5 5 5 من دون ميسي، 5 من دون نيستا، 5 من دون جوميز، 5 من دون ماتيو، 5 من دون مين، 5 من دون مين. ولك ما ظلش حدا، ما ظلش حدا، تفريق مسخرة ولا ايش؟ خلاص مشان الله، خلاص ابوس ايدك، خلاص مش حرام عليكم، مش مكفي ليفانتي وشبيليا وليجنز واتلتيكو بالباو انتو كمان. انا خلاص لازم انتحر. لا 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 لا، شو بدك تنتحر عشان مباراة؟ مو يا انا يا انت. ايه
حيوان صحيح، بيجي بتهبل علي بقول لي لا تنتحرش، وايش اسوي يعني؟ ارقص زيك؟ فيش غير هو الحل، ها هو الحل الوحيد. والله ما حلو، والله مبين زي الحمار الوحشي. حمار وحشي، حمار وحشي يعني اكثر من برشلونة خمسة؟ لا والله. ايه مين برن؟ مين ها؟ بتلاقي واحد برشلوني شايف رقمي وقال خلنا ارن عليها تخوت. الو الو، شفت شو اللي صار؟ والله حرام حرام. اه والله شفت شفت عيوني الثنتين، شفت القوال. انا اللي شفت وفي غيري شاف. ارسنال يتعادل، ولك ارسنال يتعادل، والله حرام حرام. نعم والله ولك انا مش ناقصني، انا مش ناقصني. انا خلاص اطخ حالي اطخ حالي. لا مديش اطخ حالي، ها لا مش طاخ حالي، انا اصلا بشجع ريال مدريد، انا بشجع يوفنتوس. هلا يوفي، فورزا يوفي، فورزا يوفي، ماله فورزا يوفي، فورزا فورزا.